وللمزيد معنا من مدينة سان بطرسبرغ الروسية مفدى التلفزيون المصري أحمد عبد الصمد. أحمد، بعد التحية اطلعنا على الجديد لديك عن القمة الروسية الإفريقية. نعم مدينة، رفعت منذ قليل يعني وقائع الجلسة الافتتاحية الأولى للنسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية. هذه الجلسة التي كان يعني منعقدة أو تعد بمثابة منتدى اقتصادي إنساني روسي إفريقي، ومن المفترض أن تأتي بعد هذه الجلسة قمة أخرى لرؤساء التكتلات الإفريقية، ومن المفترض أن يكون حاضر في هذه الجلسة ومشارك أيضا بكلمة خلال هذه الجلسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باعتباره رئيسا للوكالة الإفريقية للتنمية النباد، والتي يرأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة عامين مقبلين. من المفترض أن تكون هذه الكلمة أو ربما سوف يعني تتضمن خطة مصر أثناء رئاستها للنباد، هذا التكتل التجاري الكبير الذي مصر من المؤسسين له، وأيضا عرض الرؤية المصرية خلال العامين القادمين فيما يخص زيادة حجم التبادل التجاري ما بين دول القارة السمراء، تحديدا المشاركة في هذا التكتل. نتحدث عن أكثر من 30 دولة مشاركة وعضوة في تكتل النباد للتبادل التجاري، ومن المفترض أن من بين خطة مصر ورؤية مصر هو زيادة التنمية في أو زيادة البنية التحتية ورفع كفاءتها في الدول الإفريقية تحديدا، وأيضا من المفترض أن يعني يكون هناك رؤية لمصر لتعظيم الاستفادة من الموارد التي تمتلكها الدول الإفريقية. فنحن نعلم جيدا أن إفريقيا هي دولة غنية بمواردها، ولكن لا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، وهو ما أشار له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية فيما يخص الشراكات التي سوف تتم ما بين روسيا والدول الإفريقية، خاصة في مجال الأمن الغذائي وتبادل الخبرات التكنولوجية في الصناعة والتصنيع للأمن الغذائي والزراعة أيضا التكنولوجيا الزراعية. يعني إذا تحدثنا عما يدور في الأروقة وفي خارج قاعة المؤتمرات هنا في سان بطرسبرغ تحديدا، فسوف نجد أن هناك أيضا عروض لعدد كثير من الشركات الرائدة في مجال التنمية الزراعية، واستعراض للمعدات الحديثة التي تستخدمها روسيا في عمليات الزراعة هنا. وجدير بالذكر بأن روسيا حققت هذا الموسم فائض كبير من الحبوب تحديدا، وهنا نعود إلى الأزمة الحالية المهيمنة على الساحة الدولية، والتي كانت هي العنوان الأبرز لكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة الافتتاحية. هذه الجلسة التي كانت بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعدد من الدول المشاركة في هذه النسخة، الدول الإفريقية المشاركة والزعماء والقادة الإفريقيين. طيب، نتحدث عن عنوان ربما هو العنوان الأبرز لكلمة الرئيس بوتين، هو تحديد الأفاق المستقبلية لروسيا في ضوء التغيرات الدولية والمتغيرات الجيوسياسية. وهنا نتحدث تحديدا عن التعاون الدولي، يعني بين التعاون بين الدول على قدر من المساواة في السيادة تحديدا لهذه الدول، وهو العنوان الأبرز لهذه النسخة، النسخة التي تحمل شعار شراكة نحو عالم متعدد الأقطاب. وهنا تحدث الرئيس فلاديمير بوتين في هذه النسخة أو في هذه الكلمة، تحدث عن العقوبات غير الشرعية بحسب وصفه التي يفرضها الغرب على روسيا في محاولة للتضييق على روسيا، وتحديدا في مجال توريد الحبوب وأسباب انسحاب روسيا
من اتفاقية توريد الحبوب. وهنا تحدث بوتين وعلل سبب الخروج من هذه الاتفاقية بلغة الأرقام، لأن الأرقام دائما ما تعكس الواقع الفعلي على الأرض، فتحدث بأن نحو 70% من إجمالي الحبوب التي تخرج من الموانئ في أوكرانيا لا تصل إلى مستحقيها، بل تصل إلى الدول ذات المعدل المرتفع في النمو والمعدلات المرتفعة أيضا للشعوب فيها. وبالتالي هو ليس الهدف المرجو من هذه الاتفاقية بأن تكون هناك أسعار عادلة وهناك أيضا نسبة من يعني النقل للحبوب المجاني للدول الإفريقية، وهو ما لم يحدث، لأن إفريقيا لم يصل لها سوى 3% فقط من هذه الحبوب في الأعوام المقبلة. وهنا ضرب مثلا بتوريد 32 طن من الموانئ في أوكرانيا من القمح، ووصل لإثيوبيا والسودان والصومال أقل من 1,000,000 طن تحديدا، أي ما يساوي تقريبا 3% من إجمالي هذه يعني الصفقة تحديدا أو هذه المعدلات التجارية. هنا تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يكون هناك نقل وهناك توريد للحبوب في الدول الإفريقية خلال 3 أشهر المقبلة، وهذا التزام روسي تجاه الدول الإفريقية، وبالتحديد نقل يصل من 25 إلى 50% لكل من بوركينا فاسو، مالي، الصومال، إريتريا، إفريقيا الوسطى وجزر القمر. تحدث فعلا بالفعل الرئيس بوتين خلال كلمته عن مزيد من الشراكات على مستوى الطاقة والمجال الاقتصادي والتجارة وأيضا التعليم والرياضة. بشكرك شكرا جزيلا أحمد عبد الصمد، موفد التلفزيون المصري من سان بطرسبرغ.